توقعات ديالي ان شاء الله جوج الزيرو الوداد ان شاء الله، وان شاء الله تكون واحد بين الفريقين من الجمهور تكون حريريه، وان شاء الله اللي مزيان الفورم ان شاء الله يربح شي مربوح ان شاء الله 3-0. وان شاء الله هذا العام البطوله راه جويه ومبغينا لا شغب لا والو، وتعيش الفكره ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. واليوم غنحتفلوا ان شاء الله، اليوم البطوله 19 ان شاء الله على دار الجلاد ان شاء الله. ديربي راه كيبقى ديربي، ولكن ان شاء الله عندنا الثقه في الفريق ديالنا ان شاء الله 3 بوا الشامبيوني على دار الجلاد. انا الفرقه اللي ربحات ديالي، الفرقه اللي ربحات ديالي انا، واليوم جايين باش نديو ثلاثه النقاط اللي غتهدينا لاقات 19 وعصبه الابطال ما مزاقليش معاه. نتوقعوا ان شاء الله ربح الرجاء وديما رجاء. بغي عادي الوداد معروفه بالالقاب ديالها، وهذا العام معولين باش نديو البطوله والعصبه الابطال ان شاء الله، والرجاء اللي غتخسر ان شاء الله. الزراد ان شاء الله بلون ديكا الزراد اصاف الماتش اخويا اصاف ان شاء الله. الدراري زوينين جوج لواحد للوداد، هادشي اللي كنتمناو باش نهربوا على الرجاء شويه وان شاء الله يكون خير. الوداد ان شاء الله غتربح لان الضغط كاين على فريق الرجاء، والوداد ان شاء الله اي واخا اي بوان راه في صالحها، ولكن ان شاء الله الوداد غتقلب على الانتصار. وحنا ان شاء الله جينا من مدينه القصب حتى دابا باش نشجعوا الوداد، وديما وداد ديما وداد ديما وداد ديما وداد.